ظل الحظر جناه وضحايا جنبا إلى جنب طوال الوقت. من مصر نشطات تحكي شهادتهن. الستات في مصر اصلا هم معنفات وهم مش عارفين ان هم معنفات، او هم بيبقوا عارفين بس بيتحاولوا ان هم يتخطوا ادراكهم بالمعاناه عشان يقدروا يكملوا، لان هم ما عندهمش بدائل، ما عندناش قوانين، القوانين اللي عندنا مش مفعله، وما عندناش اماكن امنه للستات للفرار من اماكن التعنيف، وفي نفس الوقت ما عندناش اي دعم نفسي او قانوني بيتقدم للستات. فبدأت أتابع البوستات اللي الستات بتشيرها باستمرار، فلقيت إن في نغمة بتظهر بتتكلم عن إزاي إن أنا أحاول أهدي جوزي لما يتعصب، إزاي إن أنا أتلاشى بابا في البيت وهو قاعد من الشغل. طبعا الضغوط اللي أخلفتها أزمة كورونا على المجتمع كله شال ثمنها الستات. من اكثر الشهادات اللي كانت نفسيه مدمره بالنسبه لي واللي كانت قاسيه جدا هي شكوى بعض المشاركات من التحرش الجنسي اللي بيتعرضوا له او الاعتداءات الجنسيه اللي بيتعرضوا له، خصوصا في الاماكن الخاصه او في البيوت اللي هي بيت عيله، اللي العيله كلها بتتشارك في نفس المبنى وبيبداوا يختلطوا ببعض كتير. في البداية كانت الناس مشغولة فيروس كورونا، بس بعد ما قعدوا في البيت وبقت الأسر بقى في عنف أسري شديد جدا. في مصر هنا في خط ساخن من المجلس القومي للمرأة ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة تبع وزارة الداخلية ليها خط ساخن، وفي منظمات مجتمع مدني عملت كمان خطوط ساخنة مثل مؤسسة القاهرة للتنمية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية. وللأسف أنه في البداية يعني طبقا لكلامهم وتقاريرهم أنه كان في مكالمات كتير بتوصل لهم، بس دلوقتي العدد بيقل. ففي تقديري احنا محتاجين أن وزارة الداخلية تتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأم والطفولة ومنظمات المجتمع المدني، ويكون في خطوط ساخنة مش بس بالكلام، عن طريق الرسائل، استقبال رسائل من النساء المعنفات والأطفال المعنفات، ويكون في تجريم واضح للعنف الأسري والعنف المنزلي، ويكون في ردع ليهم، ويكون في بيوت مفتوحة للناجيات من العنف والمعنفات لاستقبالهم في ظل الأجواء دي. واللي كلنا متأكدين انه المؤشرات هتزيد اعلى، لانه بالذات في الطبقات الاكثر فقرا. بصفتي متطوعة في مبادرة وصلة، وصلة هي مبادرة رصد وتوثيق، حاولنا ان نتواصل مع ستات عشان نرصد اللي بيحصل. لقينا انه اللي بيحصل اشكال كتير من العنف وخاصة مع الفتيات. لقينا انه كمان الستات بيقع عليها عنف فبتمارس هي كمان عنف على الفتيات، ووجدنا ان في ستات بتخاف تتكلم اصلا ورفض انها تتكلم في الموضوع وما عندهاش نية الشكوى من الخوف ان العنف يزيد اكتر. وجدنا كمان، وده اكتر حاجة لفتت انتباهنا، انه في ستات بتتعامل مع الموضوع على انه عادي، وانه ده بيحصل عشان خاطر الدنيا ضيقة على الرجالة كلها، فده لازم يحصل يعني، واحنا واجب علينا الاستحمال. كمتطوعة في مبادرة وصلة للرصد والتوثيق، نهتم دائما بالتواصل مع شركائنا من نفس خلفية العمل. طبعا الأردن ليس بعيد عن المشهد، وبالتالي عندما نتحدث عن ظروف الآن استثنائية، هذه الظروف يزداد بها أعراض التوتر وأعراض القلق والهلع، بالإضافة إلى الوسواس القهري وغيرها من الأعراض التي قد تشكل أحيانا ظهور انفعالات لم يعتد عليها الإنسان في مثل هذه الظروف، وبالتالي تولد ازدياد في حالات العنف الموجه ضد المرأة. فنحن إذن لن نشهد فقط حالات العنف الموجه ضد المرأة، وهي الحالات المعتاد عليها نتيجة
ظروف مجتمعية أو ظروف اقتصادية مورست على المرأة في السنوات الماضية، سنشهد أيضا ظروف أخرى استثنائية تضاف إلى هذه الظروف، ومنها فكرة الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها أحد أفراد الأسرة، وبالتالي سيمارس هذا العنف ويقوم بتفريغ هذه المشاعر على المرأة في الأردن. قد لاحظنا ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء بشكل ملحوظ، وذلك سواء من خلال الشكايات التي نتوصل بها كجمعيات، يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف أو غير ذلك. ومن المرجح يعني ارتفاع نسبة العنف ضد النساء بشكل تصاعدي جدا، وذلك راجع لعدة أسباب، منها يعني التوترات التي بدأت تظهر داخل الأسر، يعني بسبب الضغوطات النفسية المرتبطة بالحجر الصحي الذي نعيشه حاليا. كما تم تسجيل عدة حالات لأزواج يعني يستغلوا فترة الحجر الصحي يعني لممارسة الضغط النفسي والإكراه الجسدي على زوجاتهم، ده من أجل يعني التخلي عن حقوقهن. يعني ومن يعني في خلال هذه فترة الحجر الصحي، وكذلك بسبب الحد من التنقل بموجب حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلداننا، ف يعني يصعب مهمة جمعيات المجتمع المدني والجمعيات النسائية الحقوقية للتدخل السريع، وكذلك من أجل توفير الإيواء ومن أجل تقديم المساعدة. مؤسسات لدعم المرأة وخطوط ساخنة، ولكن ما فائدة هذا إن كانت الضحية إلى جانب الجاني طوال الوقت؟ مهم ان الحكومات تبدا تفكر في اليه التنفيذ واليه وضع قوانين اكثر حده تحمينا احنا كستات جوه بيوتنا. الحاجه الثانيه، منظمات المجتمع المدني والمؤسسات النسويه المعنيه بالامر في مصر ان هي تبدا تعيد ترتيب اولوياتها وتشوف قد ايه مهم توفير مساحات امنه ومساحات دعم للسيدات، مش بس من خلال حملات توعية ومن خلال نشرات ومن خلال فعاليات، قد ما من المهم ان احنا نوفر لهم دور ايواء للمعنفات، لان هي لما هتمشي من البيت ومصادر رزق وفرص عمل مش هتبقى عارفة تواجه الحياة، فهي بتضطر تقبل بالاوضاع المهينة والاوضاع العنيفة عشان هي خايفة من خطر المجهول في الهرب او الخروج للشارع. نحن يعني كمجتمع مدني وكجمعيات حقوقية نسائية نطالب بتكييف ظروف حماية النساء المعنفات مع ظروف الحجر الصحي، وذلك من خلال يعني التدخل الفوري للسلطات حتى في عدم وجود يعني أمر من النيابة العامة، وكذلك يعني فرض العقوبات القصوى على كل الجنح يعني والجرائم المرتبطة يعني بالعنف ضد النساء خصوصا خلال هذه الفترة. فتيات صغيرات ونساء معنفات يعانين في الحظر المنزلي، ونحن كنشطات وجمعيات أهلية نجد أنفسنا في ظل هذا الوضع مكبلات الأيدي. كان معكم هند حمد الله، أنا الشاهد.